عنوان الدرس اسمه الحلايا الخفيفة. كلمة حلايا ما؟ ها؟ كلمة حلي، حاجة حلوة. حلايا حلي يعني حاجة حلوة، حلوة من ناحية ايه؟ الشكل الجمال، من حيث الشكل الايه؟ الجمال. لما نيجي نعرف كلمة حلية نقول إن هي تكوينات هندسية، تكوينات ايه؟ هندسية وزخرفية، تكوينات هندسية وزخرفية، الغرض منها إعطاء شكل جمال. واحد، إعطاء ايه؟ شكل جمال. شكل جمال. اثنين، هندسات زخرفية. أنا بقول هي تكوينات هندسية وزخرفية الغرض منها ثلاث حاجات. واحد، إعطاء شكل جمال. اثنين، إخفاء العيوب التصنيع. إخفاء عيوب التصنيع. إخفاء عيوب التصنيع. التصنيع. ثلاثة، إخفاء اللحامات. إخفاء الإيه؟ اللحامات. عندنا الحلايا عبارة عن جزئين، هندسية. حلايا هندسيه. انا برسم لك على السطوره 8 اشكال للحلايا الهندسيه اللي موجوده. كلمه هندسيه يعني اشكال ايه؟ هندسيه. اشكال هندسيه. بتاخد ايه في الهندسه؟ في الاشكال الهندسيه اخد المستطيل، واخد المربع، واخد المثلث، واخد الدايره او نص الدايره، كل الحاجات دي اخدها فين؟ في الهندسه. على سبيل المثال حلية خوطة. حلية خوطة، حد يقول لي يا عم عبارة عن ايه؟ ها؟ مربع. ده مش مربع، ده مستطيل. ده مستطيل ماشي، بس انا عامله على هيئة متوازي مستطيلات. على هيئة متوازي ايه؟ مستطيلات. قطعة من الخشب مضاف اليها ايه؟ قطعة من متوازي المستطيلات ماشية على طول الخشب، ماشي على طول ده الخشب. والخوصة دي باردة ولا غائرة؟ باردة. عكسها بالظبط المفحار. عكسها بالظبط المفحار. نفس المنظر بس غير فين؟ الخشب. غير في الأخشاب. عندي الإفريز، عندي الإيه؟ الإفريز. الإفريز على شكل مستطيل، قطعة مرتفعة وقطعة إيه؟ منخفض. دي اللي اسمه الايه؟ الافريز. عندي بقى المنظر اللي بعد كده شكل هندسي برضه، شكل هندسي على شكل ايه؟ ربع. ها؟ ربع ايه؟ دي ايه يا ابني؟ انا بقول لك اشكال هندسيه ربع ايه؟ ده اهو، ده متوازي ربع دايره. ربع ايه؟ دايره. عندي التصبيع الايه؟ التصبيح. الشكل الهندسي اللي عندي ايه؟ دي ايه؟ دي دايره كامله؟ نص دايره. نص دايره، وده نص دايره، وده نص دايره. عندي التنهير، دي ايه؟ مربع ومثلث. الشكل ده قطعه خشب كانت مربعه، قطعه خشب كانت ايه؟ مربعه. اخدت منها قطعه على شكل مثلث، على شكل ايه؟ مثلث. واخدت القطاع في المنظر ده فيبان عندي الشكل الهندسي على انه ايه؟ مثلث في النهايه اهو. عندي البسطون، البسطون ده مركب، مركب على سنه علويه وسنه ايه؟ سفليه. ممكن البسطون يبقى لوحده، ممكن يبقى متركب على سنه، ممكن يتركب على سنه تحت، وممكن يتركب على سنه ايه؟ فوق. عندي الخشخشه، الخشخشه عكس الايه؟ الخشخشة عكس الايه؟ التصبيح. الخشخشة غائرة ولا باردة؟ غائرة. غائرة. والتصبيح؟ بارد. طيب ممكن أجمع عدد من الحلايا دي مع بعض؟ يعني ممكن أحط خوصة جنب مبحار، جنب تصبيح، جنب كسر سكر. الأشكال الهندسية ميزتها كده، يمكن تجميع عدد من الحلايا جنب بعض، عدد من الحلايا ايه؟ جنب بعض. لإعطاء شكل ايه؟ جمال. إعطاء شكل ايه؟ جمال. طيب، طريقة تجميع الحلايا الهندسية، طريقة تجميع الحلايا الهندسية. الحلايا الهندسية دائما
بيتم عمل ايه؟ فين؟ فين؟ في المخرط، في الورشة، في الورشة بتاعت الايه؟ الأخشاب. في الورشة بتاعت الأخشاب مكنة اسمها مكنة الايه؟ الحلي، مكنة اسمها مكنة الايه؟ الحلي. مكنة الحلي عندي مكنة ركبة على المحرك بنفس فكرة الحلية اللي موجودة عندنا، الحلية اليدوية، بنفس الحلية، الحلية اليدوية، عمود، والعمود بتركب على العمود كاستير، وبشكل الكاستير حسب ما انا عاوز. بمعنى كل الاشكال الهندسية اللي عندي ديت لو جيت انفذها اي حاجة دائرة، اي حاجة دائرة تبقى في الكاستير ايه؟ ها؟ بارز جدع، تبقى في الكاستير ايه؟ بارز. طب لو انا عاوز اعمل الخطة دي اعمل الكاستير اعمل ازاي؟ الكاستير اهو اعمله ايه؟ ده كاستير اعمله ايه؟ بارز ولا منصف؟ هو هنا بارز يبقى هنا؟ بارز. ماشي. طب اللي بعد عاوز اركب ايه تاني؟ قول اي شكل. مبحر. ماشي مبحر. المبحر هو هنا بارز ولا غائر؟ غائر. يبقى اعمله في الكاستير ايه؟ بارز. ها حد يقول لي شكل تاني؟ فريز. الفريز سنه ماشي بتبقى ايه؟ غائره ولا ايه؟ غائره هنا. طب اعملها هنا ايه؟ بارز. بارز. حد اركب بسطوم؟ ايوه اركب بسطوم. ايوه طيب البسطوم اعمله ازاي؟ نص دايره برضه. نص ايه؟ دايره. اعملها غائره ولا بارزه؟ غائره يا ابني لان هي هنا ايه؟ بارزه. وهكذا ممكن تجميع عدد من الاشكال الهندسيه جنب ببعض عشان تديني ايه؟ شكل جمالي. في النهايه بقوم مجمع الكاستير عندي بالطريقه ديت وبتركب على المكنه. طبعا له التخانة بتاعته المنظر اللي احنا شايفينه ده. الكاستير بيبقى قطعة من الحديد الصلب زي الكاستير بتاع المكنة زي الكاستير بتاع الكرة بالظبط ماشي، بس بيشكل حسب الأشكال اللي أنا محتاجها، حسب الأشكال اللي أنا محتاجها. طيب دي بالنسبة للأشكال الهندسية، حد يقدر يقول لي في ميزة هنا للأشكال الهندسية؟ شكل جمالي. حد يقول ميزه تانية؟ لا ده انا بقول الحلايا بوجه عام، دي الحلايا بوجه عام، انا بتكلم عن الاشكال الهندسيه. الاشكال الهندسيه لو انا عندي اشكال هندسيه اللي هم بتجمع مع بعض وحصل ايه؟ عمليه اتساق وحطيتها منفصله، اعمل ايه؟ بجيب كورنر او قطعه من القطن واروح ماشي على الاجزاء ديت وتبقى سهله معايا في ايه؟ سهله معايا ايه؟ التنظيف. سهلة معايا في الايه؟ ومعانا بعض النماذج للحلايا اللي موجودة عندنا. حلايا هندسية. دي حلايا ايه؟ هندسية. بس يا استاذ هل الحلايا دي هي اللي موجودة دي؟ هي عطياني نفس الاشكال بس عندي نوعين من الحلايا، في حلية ثابتة، حلية ايه؟ ثابتة، وحلية مستعارة. حلية ثابتة وحلية ايه؟ مستعارة. يعني ايه ثابتة يا استاذ؟ ها؟ كانت موجودة الحلية كانت موجودة فين؟ على المنتجات الخشبية، كانت موجودة على المنتجات الايه؟ الخشبية، وتم لها عمل الحلية على المكنة بتاعت الحلية، صح؟ يبقى ديت الايه؟ ها؟ الحلية المثبتة على الأجزاء الخشبية أو على المنتجات الايه؟ الخشبية. ممكن نعمل ديت يا أستاذ عمل الوقت، ممكن نعملها على سبيل المثال بمكنة الايه؟ الحلية اللي موجودة عندنا في الورشة. ازاي يا استاذ؟ دي المكنة اسمها ايه؟ مكنة الحلية. مكنة الحلية او اللوطة اهي. مفتاح بقى اهو. مكنة الايه؟ الحلية. ادي عندي الاخشاب. شايفين المنظر؟
دي كانت قطعة خشب ايه؟ قطعة خشب بارزة مضافة للايه؟ للقطعة المنتجات الخشبية اللي انا عايز اعمل لها ايه؟ حلم. لو انا كملت لغاية ما اوصل للزاوية هشوف المنظر ده. مخلص محمد يجيبها لنا في التصوير. شفنا الزاوية؟ الزاوية ايه؟ اتحلت مع بعض. ممكن زي ما انا حلاق من جوه احلى منين؟ من بره. هي هي نفس التشكيلات الايه؟ الهندسية اللي موجودة على الايه؟ اللي موجود على الايه؟ على الحليه المستعاره. طيب دي ليه يا استاذ ودي ليه يا استاذ؟ الثابته ليه والمستعاره ليه؟ الثابته لو انا عندي مكنه او عندي ورشه او عندي اله الحليه بستخدمها. طب لو انا ما عنديش الكلام ده بستخدم ايه؟ بستخدم ايه؟ الحليه المستعاره. بستخدم الحليه المستعاره. على سبيل المثال لو انا حبيت اكون زاويه، لو حبيت اكون زاويه وعندي ايه؟ حليه مستعاره. وعندي حليه مستعاره عباره عن ايه؟ اعمده عيدان. عباره عن ايه؟ عيدان. العيدان ديت بتجيلي حتى اطوار، بتجيلي ايه؟ اطوار. طب انا عاوز اعمل الحليه ديت على زاويه قريبه، عايز اعمل الحليه على زاويه ايه؟ قريبه. ايه اللي انا بعمله علشان اعمل زاويه قريبه؟ استخدم ايه؟ الزاوية. الزاوية القايمة. بستخدم الزاوية.